السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الإنترنت. مرحبا من جديد إخوتي أخواتي في القناة، مرحبا بكل زائر جديد إلى القناة. اليوم إن شاء الله موضوعنا أو درسنا وهو الربح المجانا من الإنترنت. نعم أخي، اليوم سوف أتيح لك الفرصة في أخذ 8 قطع من عملة فريزر، هذه العملة المعروفة على منصة ماركت كاب ومعروفة على منصة يوبيت ومعروفة أيضا على عدة منصات لتداول العملات الإلكترونية. اليوم إن شاء الله سوف أتيح لك الفرصة كيفية أخذ 8 قطعة من هذه العملة التي يرمز لها ب بي ار او. نعم، بيرو أو بي ار او كما يعرف على أغلب المنصات. ما عليك فقط أخي التركيز معي وأريك الطريقة كيف أخذ 8 قطعات من هذه العملة التي يقدر ثمنها ما يقارب 1.50 سنت دولار، يعني 1.5 دولار خلال 24 ساعة. يعني كل خلال 24 ساعة تتيح لك هذه الفرصة وأخذ 8 قطع من هذه العملة. قبل التطرق إلى شرح هذا الموضوع، المطلب الوحيد وهو التركيز يا أخي وعدم الغش، لأن فإذا كنت في حالة الغش في هذا الموضوع يا أخي سوف يتم إلغائك مباشرة من هذا الموقع الخاص بعملة بريزيرش، خاص بعملة بريزيرش. نعم يا أخي، لأنه الموقع الرسمي الخاص بالعملة الذي يتيح لك هذه الفرصة. قبل التطرق إلى شرح الموضوع، هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا، عالم البيتكوين والربح من الإنترنت. هذه هي المواضيع التي ناقشناها. آخر موضوع بالأمس وهو كيفية أخذ ما هو قيمته 10 دولارات من محفظة كوين بايمو. استغل الفرصة يا أخي في هذا الموضوع، ما عليك فقط الضغط على هذا الموضوع. سوف تجد رابط المحفظة أسفل الفيديو، سوف ترى كيفية الربح أو استغلال 10 دولارات من هذه المحفظة. وناقشنا عدة فرص، كيفية الاستثمار وكيفية التعدين وكيفية الربح المجاني من الإنترنت. ما عليك فقط زيارة القناة وتصفح المواضيع المتواجدة بها يا أخي. كما الإخوة الذين يبحثون على دخل شهري أي استثمار، يريدون استثمار المال في الإنترنت ويجعلون راتب شهري، أنصحك بهذه الشركة تورلي من هذه الشركة الرائعة جدا، رائدة، أصبحت رائدة في عملية التعديل العملات الإلكترونية. عليك فقط الضغط على هذا الموضوع، سوف ترى طريقة الاستثمار وطريقة السحب يا أخي. أثبتنا عملية السحب من هذه الشركة، والشركة الثانية وهي غنية عن التعريف، هاش فلير يا أخي. نعم، هاش فلير شركة رائعة جدا، رائدة في عملية التعديل العملات الإلكترونية. والشركة الثالثة أو أيضا هي في المرتبة رقم 1 وهي شركة كريبتون مونيك. نعم، شركة رائعة جدا يا أخي، لا يمكنك الاستغناء عنها في عملية التعديل أو في عملية الاستثمار. ما عليك فقط الضغط على الموضوع، سوف ترى رابط الموضوع أسفل هذا الفيديو. نذهب مباشرة على بركة الله نشرح موضوعنا وهو كيفية أخذ 8 قطع من عملة بريزاكش، هذه العملة التي يرمز لها ب بي ار او. نعم، نذهب مباشرة. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. لاحظ أخي، هذه هي العملة متواجدة على منصة كوين ماركت كاب. لاحظ سعر العملة الآن هو 0.17 سنت. نعم، سعرها 0.17 سنت، هي في المرتبة 296. نعم، هي في المرتبة 296 في المرتبة في تصنيف العملات. هذه العملة هي توكن يا أخي. القيمة الإجمالية للعملة في السوق وهو 27 مليون دولار و467 ألف دولار يا أخي. الفوليوم اليومي 90 ألف، يعني الفوليوم اليومي للتداول. السبلاي الخاص بالعملة 155 مليون يا أخي. نعم، الرمز الخاص بها هو بي ار. نعم، توتال سبلاي الخاص بها هو 170 مليون يا أخي. الماكسيمو سبلاي يعني القدرة، يعني القدرة الماكسيمو الأخيرة، القدرة التي يمكن الوصول إليها وهو مليار يا أخي. نعم، لاحظ يا أخي سعرها 0.17 سنت. العملة في ارتفاع وانخفاض. أنا كما قلت في بداية الأمر سوف أتيح لك الفرصة
اخذ ثمان قطع من هذه العمله مجانا خلال 24 ساعه، يعني كل خلال 24 ساعه تتيح لك الفرصه اخذ ثمان قطع من هذه العمله. لكن انصح بعدم الغش لان هذا الموقع حساس جدا. نعم لاحظ اخي، العمله دائما في ارتفاع وانخفاض، ثم لقد وصلت الى غايه 0.80 سنت يا اخي، ثم تنخفض ثم ترتفع. استغل الفرصه. العمله ايضا كما قلنا من قبل انها تتواجد على اربع منصات، من بينها منصه هيت بي تي سي ويو بيت. نعم هذه منصات المعروفه التي نتعامل عليها حتى الان. نذهب مباشره الى الموقع الرسمي للعمله. هذا هو الموقع الخاص بالعمله الذي يتيح لك ثمان قطع من العمله الخاصه به على كل 24 ساعه. موقع رائع بسيط جدا. كيفيه عمليه التسجيل يا اخي، ما عليك فقط ضغط هنا يا اخي، تضغط هنا تسجيل. عمليه التسجيل عمليه روتينيه مثلها مثل جميع المواقع. تضع هنا البريد الالكتروني الخاص بكلمه السر، ثم اعاده تكرار كلمه السر، تضغط على هذا المربع الموافق على الشروط، ثم تضغط على الكاباتشا، ثم تضغط هنا، ثم تذهب الى بريدك الالكتروني وتقوم بتفعيل الحساب. ندخل مباشره الى حسابي حتى اريك كيفيه العمل واخذ ثمان قطع من هذه العمله. لاحظ اخي، هذه هي واجهه الحساب الخاص بي. نعم لاحظ اخي، هذه هي واجهه الحساب الخاص بي. لاحظ اخي، يمكنني ندخل الى ماي كونت الخاص بي. نعم هذه هي. عندما تدخل سوف تجد الحساب الخاص بك هكذا يا اخي. نعم بروفايل اسفل، هذا هو البروفايل، هذا هو التوكن الخاص بالعمله. هنا لاحظ كيفية، لاحظ لدي ما يقارب 8.25 سنت من هذه العملة. نعم التوكن الخاص بها، هذا هو الحساب، هذه المعلومات عن الحساب. لكن يا أخي كما قلنا من قبل أن العملة يمكنك سحبها في آخر الشهر. نعم سوف تبدأ عملية سحب في آخر الشهر. كيفية الربح هذه العملة، ما عليك فقط الضغط على حرف بي هنا يا أخي. نعم بي، نعم العملة هو أن تقوم يعني في محرك البحث الخاص بالموقع، أن تقوم بالبحث. فور اكزامبل يعني مثل نقول نكتب فيسبوك نعم، او اي كلمه. نعم تضغط، لاحظ لقد اخذت 0.، لاحظ تقوم هي بتحويلك مباشره الى فيسبوك عن طريق جوجل. نعم هي شغل كشغل وسيط، يعني كل ما قمت بعملية بحث على محركها سوف تتيح لك 0.25. لاحظ تم التغيير. نكتب كلمة أخرى. نعم دوج كوين. نعم دوج كوين، لاحظ لقد أخذت أيضا 0.25. سوف تقوم بتحويلك مباشرة إلى الصفحة الرسمية لهذه الكلمة. نرجع مباشرة، لاحظ أصبح 0.75. هذه هي الطريقة لأخذ ما يقارب ثمن قطع من هذه العملة على مدار 24 ساعة، يعني على كل مدار 24 ساعة يمكنك أخذ. لكن أنصح وأعد وأنصح عدم قيام بعملية غش. في حالة قمت بعملية غش يا أخي سوف يتم غلق حسابك. العملة الآن متواجدة على منصة هيت بي تي سي، وسوف يتم تواجدها أيضا على منصة بينانس وغيرها من المنصات المعروفة يا أخي. لاحظ، نعم ها هو يا أخي، نعم عملة رائعة، عملة هي في ارتفاع مستمر. نعم استغل الفرصة. يمكنك أيضا لاحظ نكتب بأي كلمة، أي كلمة فقط، أي كلمة تقوم بكتابة أي كلمة يا أخي. نعم لاحظ، نعم يتم تحويلك مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالكلمة التي قمت بكتابتها. لاحظ أصبحت 9. لاحظ نضغط على العملة بنفسها. لاحظ نعم لاحظ أخذ. حتى يمكنك تحويل العملة إلى منصات تداول مثل يوبيت أو غير في آخر هذا الشهر إن شاء الله. سوف تبدأ عملية تحويل حسب ما يقال، على حسب آخر منشور الذي قاله الموقع. كما يمكنك دعوة أصدقائك بالريفيرال الخاص بك. لكن يا أخي أنصحك بعدم الغش، لأنك في حالة الغش سوف يتم غلق حسابك نهائيا.
هذه هي أحد الطرق المجانية الربح من الإنترنت. استغل قدر ما استطعت الفرص يا أخي التي تتيح لك الربح المجاني من الإنترنت يا أخي. لا تترك المجان خلفك دائما، مهما كان شكل استثمارك كبير أو متوسط، لكن سوف يأتي يوم تحتاج ذلك المجان يا أخي. خذ ما هو مجان. لاحظ أخي، كما قلت من قبل، هذا الموقع يتيح لك، الموقع الخاص بالعملة يتيح لك ما يقارب 8 قطع من هذه العملة. سعر العملة الآن هو 0.17 سنت، يعني هو منخفض. سوف يقوم بعملية تصحيح، نعم سوف يقوم بعملية تصحيح لأنه في مستوى منخفض جدا. لاحظ، نعم عملية التصحيح التي يقوم بها هو، لاحظ، يصل حتى غاية 0.26، نعم، ثم يرتفع إلى غاية 0.31، ثم ينخفض إلى غاية 0.17 أو 15، ثم يرتفع. عملة رائعة، هذه فرصة رائعة لن تجدها يا أخي. فرصة، اغتني الفرصة قبل فوات الأوان، قبل أن تندم. إن شاء الله أكون توفقت في هذا الشرح. هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا. فإذا أعجبك الفيديو ما عليك فقط الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائك. فإذا كنت زائر جديد ما عليك فقط الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.